يلا انت لسه هتبص. لا بتتعاملي معاه كده ليه؟ يلا بس بشوف انت هبله. لا 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 انت هبله. نبتدي الفيديو دلوقتي. جايبه لكم مفاجاه حلوه جدا جدا وخصوصا للبنات. ايه هي المفاجاه ديت؟ عباره عن قناه موجوده تحت كده انزلوا عليها اسمها اويل كي بيوتي. اويل كي بيوتي ديت قناه جميله جدا جدا. بتعمل ايه؟ بتعمل اختبارات للشعر وبتقدر تعرف من بعدها نوع شعرك ايه. عن طريق الاختبارات ديت بتقدر ان هي تديكي الزيت او بتديكي الشامبو او الشاور او ايا كان العلاج اللي بيقدر يصلح التلف او اي حاجه موجوده عندك، سواء شعرك بيقع او شعرك متقصف او هايش او خشن او بيقع كتير، اي حاجه من الحاجات دي كلها هي بتقدر ان هي تعالج. لازم كل الناس الحلوه اللي تنزل بسرعه تعمل اشتراك للقناه ديت علشان يوصلكم كل جديد، وعلشان كل البنات الحلوه اللي كانت بتشتكي لي ياسمين شعرنا بيقع، ياسمين عندنا مشاكل، ياسمين رموشنا مش بتطول، رموشنا بتقع، عندنا حواجبنا خفيفه، الكلام ده كله انسوه من الاخر. هتنزلوا بسرعه عند القناه ديت وتعملوا سبسكرايب وتنزلوا كده تفعلوا الجرس عندها علشان تقدروا تحلوا كل مشاكلكم، تقدروا ان انتوا تعملوا الاختبارات وتعرفوا نوع شعركم. وطبعا بشكر قناه اويل كي بيوتي لان هي بعتت لي جفت حلو جدا جدا. كان عباره عن الكيش كينج والشاور بتاعه، هي بعتته لي عن طريق الاختبارات اللي انا عملتها اللي موجوده عندها في القناه. كل الناس تنزل بسرعه تعمل الاختبارات ديت عشان تعرف نوع شعرها ايه. وبعد كده بعتت لي بردك الزيت دوت حلو جدا، بيطول الرموش وبيطول الحاجب. لان انا الناس اللي كانت بتسالني انت ما بتحطيش ياسمين ماسكارا ليه الفتره اللي فاتت؟ لان انا كنت بجرب الزيت ده. وبرضك بعتت لي الزيت دوت. الناس او كل البنات الحلوه تنزل بسرعه في الديسكربشن، هتلاقوا لينك الانستجرام وهتلاقوا لينك الفيسبوك وهتلاقوا لينك القناه بتاعتها، تنزلوا تعملوا اشتراك وتعملوا لها فولو، تنزلوا بسرعه تقولوا لها ان انتم من طرف ياسمين. ويلا بينا نبدا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشيني جدا 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 يا احلى فانز ويا احلى اخوات ويا احلى ناس في الدنيا. النهارده انا قررت ان انا اعمل مقلب رخم حبتين، لا رخم ثلاث حبات. المهم يا ريت تدعموني باللايك والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. وانا اسفه ان انا موطيه صوتي علشان بس ايه محدش يسمعني بالجو ده كله. النهارده انا قررت ان انا اشكك في ذمه ايه واقول لها لاختي ان انتي ما روحتيش الدرس. تخيلوا اختي تبقى في الدرس والجو ده كله واجي اقول لها ايه على فكره انت ما روحتيش، انت كنت فين، انت مش عارفه ايه. طبعا دي يعتبر ارخم حاجه او ارخم مقلب ممكن يتعمل. تخيلوا حد بيشك فيكم او حد بيشك في سلوككم اللي هو اصلا معروف من زمان، اللي هو اصلا عيب عليا ان انا افكر في حاجه زي كده. بس ده مقلب، يعني مقلب بسيط. يا رب ما تزعلش مني ويا رب ما تتضايقش ولا تقفش قوي، لان هي هتقفش جامد لان هي ما بتحبش المقالب اللي هي من النوع دوت، خصوصا اللي هي الحاجات اللي فيها ثقه. بس بقى يا بتاع الربابيك يا انت كمان. فبس فانا قررت اعمل المقلب دوت واشوف هي هتعمل ايه. يا هل هتاخد مثلا الموضوع بهداوه؟ وده اللي ما اعتقدهوش تماما تماما، لان اختي من النوع اللي هي عصبيه شويتين. ولا هتعمل ايه ولا هترميني؟ عايزه اقول لكم بقى الدنيا بتمطر وشايفين الشارع والدنيا في الجلاش والله. وبس بقى وندعي بقى في المطر دوت دعوه حلوه ونصلي على النبي كده كتير ونبدا بقى المقلب. احلى ناس، انا دلوقتي ظبطت مكان الموبايل تمام في مكان بقى جديد. يعني الاول كنت بحطه هنا تمام، دلوقتي انا غيرت مكانه وخليته ورا الستاره كده، في عندنا زي حيطه كده انا خليته ورا الستاره تمام. وبس بقى والستاره هتبقى مدريه ومش هيبقى باين اي حاجه اصلا، هي مش هتاخد بالها ده اولا. ثانيا هي من عصبيه الموضوع مش هيبقى فاهمين ايه فارق معاها قوي يعني. المهم ربنا يستر. هي المفروض ان هي دلوقتي خارجه من الدرس ومفروض ان هي جايه على البيت. المفروض ان هي جت، المفروض ان احنا هناكل حاجه كده. مين؟ لو بتنزلي وبتروحي وتصحي كده من الصبح بدري انت هتفتحي من بدري. الجو وحش قوي بره. ايه يا جت ياسمين؟ ايه يا عم؟ اه ياسمين استنى اطلع الاكل من الثلاجه. انا هستنى اكل ايه بقى؟ استنى اطلع الاكل. ايه؟ هو انت كنت فين يعني؟ في الدرس. درس ايه؟ درس ايه بقى؟ درس فرنساوي تبع مستر. خدته ايه النهارده طيب؟ تبع مستر مين؟ مين اسمها في المدرسة؟ ايوه اسمها ايه الناس دي؟ اسمها أمل. ساكنة الناس دي هنا يعني؟ اه
خدنا هنا عند الولاد. طب خدتوا ايه بقى؟ خدنا اول درس وخدنا شويه كلمات ورجعت على القديم بس وديتني الكتاب. في ايه يا عم؟ انا مفيش. هي اتصلت ليا وقالت لي اختك ما بتجيش لانها لسه فين؟ هي مين اللي اتصلت؟ ومعايا جبت الكتاب ده ازاي؟ عادي انت اشتريتيه من اشتريت ايه يا بنتي؟ مكتوب عليه نسخه مجانيه. ايه؟ دي؟ ما بتتباعش، دي ما بتتباعش، النسخه دي ما بتتباعش، دي بتبقى من المدرس بيديها للطالب. حبيبتي هي اتصلت فيا وقالت لي انت ولي امر ايه يا محمد؟ قلت لها ايوه. قالت لي هي بقى لها حصتين مش بتيجي. يا دي بقى لك حصتين يا حسين. ايه يا ابني؟ امال جيت ازاي؟ امال جبت الكتاب ده ازاي؟ جبت طب بص بص نخليها بعد الاكل، احنا ناكل وبعد كده نخليها بعد الاكل. لا يا ستي ناكل ايه؟ استنى انت بتقول ايه يا عم انت؟ نروح لها دلوقتي؟ تعالى يا عم نروح لها. انت عبيط يا اسلام ولا ايه؟ قولي ايه بس انت من غير كذب بس. انت كنت فين؟ هو ايه كنت فين؟ من غير كذب. انت عبيطه يا بنت، انت ما تبصليش كده يا بنتي. السنتر هما اللي كلمونا. سنتر ايه؟ السنتر اللي هناك ده مش سنتر. ما احنا اساسا احنا اتنين، انا وواحد. ايوه يعني انت كنت فين برضه؟ انا كنت في الدرس فيه ايه؟ ايوه انهي درس بقى؟ فرنساوي. انت ما بتعرفيش تقري يا ستي؟ ماشي انا عارفه ان هو فرنساوي بقى. انت كان عندك ايه بقى طول الاسبوع اصلا؟ يعني انت كان عندك ايه طول الاسبوع؟ هو اللي عندي. ايوه عندك دروس ايه طول الاسبوع يا ايه؟ قلت لي المواعيد بتاعت المدرسه. عندي علم نفس. علم نفس ازاي؟ علم نفس يعني حاجه زي كده. اصل هم كلموني وقالوا لي ان ايه محمد انت ولي امر ايه محمد؟ قلت لهم ايوه. قالوا لي ما بتحضرش. بقالك مرتين ما حضرتش؟ مرتين ما حضرتش. مرتين؟ حصتين. حصتين كمان؟ ايوه. فين بقى؟ كنت فين بقى المرتين دول؟ هو انا كنت فين؟ ايوه كنت فين المرتين دول؟ لا ما ترضيش تعملي لنا كده ولا قولي كنت فين انجزي. ايوه قولي اللي هي طبيعي، قولي الحقيقه وبطلي كده. بقول لك والله اتصلوا بيا حتى انا ساعتها انا كنت جاي متاخر فانا لقيتك نايم وانت خلاص بقى كده تاني يوم. يعني؟ بقول لك والله العظيم كلموني. والله بيقولوا كلموهم. ستي انا مالي؟ انا ما بروحش في حته، انا ما بروحش في حته. حتى سنتر الاكاديميه اللي هنا ده. سنتر الاكاديميه اللي هنا. ايوه طب من الاخر كده معلش قولي. قولي من غير كذب علشان انت لو ما قلتيش الحقيقه احنا هنروح نقول لك. تقولي لابويا تعالى يا عم نروح. يلا يلا تعالى نروح. تعالى تعالى يلا. انت انا خايف منك ولا اللي خايف منك؟ يلا قوم. طب علشان هناكل. انا جعانه. ماليش دعوه تطفحي ايه انت كمان. يلا جعانه. يلا. ايوه بس انا عايز اعرف هما بيكذبوا عليا ولا انت بتكذب عليا دلوقتي؟ معرفش. ولو بيكذبوا مش هقول لك. ايه تعالى ايه تعالى نروح. يلا لو انا اللي بكذب مش هقول لك تعالى. يلا ممكن تقولي تعالى بس كده بتهوديني. لا يا حبيبي انا ما بهودش حد. يلا يا بابا. ايه يا لا 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 ثانيه ثانيه. انت لا انت قولي لو بتكذبي علشان انت لا يا حبيبتي انا ما بكذبش. لا يا بابا كده انا ما بكذبش. لا يا حبيبي انا ما بكذبش. وساعتها حطوشك حته قلم تلطشي مني يا بابا انت كمان. يلا يا بابا. يلا يا حبيبي. يلا ايه يلا يا حبيبي. انت بنتكلم معاكي وانا بتكلم. يلا هتهدي يا ماما في ايه؟ يلا اقعدي مش قاعده. يلا قومي نايل على عينك. اقعدي يا ايوه بس احنا بنتناقش معاكي يعني. وانا غلطانين. انا مش رايح اقول هما غلطانين بتغيب ولا ما كانتش بتغيب. هما غلطانين. انا ستة اختي بس انا بسالك. وانا بقول لك فعلا الحكايه دي حصلت. حتى لو كنت غايبه مثلا تعبانه بتاع يا عم انا رحت اهو امبارح. فين؟ في الملزمه. لا ما هي ممكن تبقى ملزمه قديمه عادي. لا يا حبيبتي مش قديمه. كلم اميره ولو قالت لك ان انا ما روحتش يبقى بحق. كلم اميره يا بابا وتقول لك. اميره مني وانا ما اعرفش حد انا عشان اكلمه. يا سلام. اه والله. طب خلاص يلا تعالى نروح. مالك خايف كده ليه؟ مش خايف يا حبيبتي. طب يلا قوم. هو مين يا بنتي اللي خاف من مين؟ انت اللي تخافي مننا يا حبيبتي. انت اللي مش هتروحي. انت ازاي يا بنتي بتكلمي اختك كده؟ يا حبيبتي احنا اللي بنكلمك. احنا ما اكتشفناش حاجه. هم اللي كلمونا قريبنا يا حبيبتي. بقول لك هم اللي كلمونا. انا ماليش دعوه هم قالوا ايه. امال مين اللي راح امبارح كان خيالي؟ انت جبت حصتين؟ ما جبتش. ممكن مش ورا بعض. مش لازم يكونوا ورا بعض. ولا ورا بعض. ممكن تكوني كتبتي حصه وانت مش واخده. انت ايه حيوانه؟ يلا يا زفت. يلا انت لسه هتبص. ايه ده؟ انت بتتعاملي معاه كده ليه؟ يلا بس بنشوف انت هبله. لا 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 انت هبله. لا يلا بقى ينفع كده. لا بس طيب يلا.
فين البتاع انت كنت جايباها؟ طب استنوا 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 ده معنى استنى انتوا رايحين فين؟ انتوا صدقتوا ولا ايه؟ يلا يلا انتوا رايحين فين؟ بعد كده ان هم كلموني انت يلا يا جماعه انتوا في ايه؟ يا سلام نعم خد يا سلام عايزه ايه مني؟ خد اطلع انت ناسي ان انت مشترك معايا في المقلب ولا ايه؟ ده مرضى ولا ايه؟ يعني انتوا لازم تنزلوني مش فاهمه انا احنا ساكنين في الدور الرابع يا جدعان انتوا فاكرين ان اسرتنا مساكنين في الدور التاني؟ بطلت كوتي بقى يا ايه مش عيب يعني انت كوتي يعني عادي احنا عملناها زيك واحنا في ثانوي والله والله ما عملتها انا زي الحديقه وطلعني الرابع عادي يا ايه ياما ناس كتت ما تقلقيش حسابك معايا بعدين بس بقول انت قبل ما تخشي كده عشان تعملي حساب تعالى يا حيوان انزل هاتها يلا ودي نزلت تجيبها لها وتشيلها يا اسطى ده هي مش ضربتك؟ اه يبقى ايه تتحمل مسؤوليتها مسؤوليتها انزلي وهاتيه براحتك ان شاء الله عنك ما جبتيه ماشي ما هو براحتي يا ده شفت الجزمة ولا ايه؟ لا يا اسلام ما تخافش مش هتصل بيك انت بتعملي ايه في الموبايل؟ ببص على الساعة يعني